تيجي تعمل النسكافيه وتفل بس نحن عم يطلع لنا نسكافيه يلا
the orchestra maestro. هيدا اللي بضل بيربل لنا ظهره وما بشوف غير قفاه. روح انبص. الرجاء ربط الأحزمة بتحكم شديد. جهزوا أنفسكم جسدياً ونفسياً لهبوط قاس. لا ننصح أصحاب القلوب الضعيفة بالقيام بهذه الرحلة. تتراوح مرحلة الهبوط من 5 إلى 10 أعوام. مخارج الطوارئ أقفلت. مخازن الأكسجين بح أفرغت. سترات النجاة نفذت. وجهة الرحلة نزولاً، الطيار مخبولاً. الرجاء الالتزام بالصمت وعدم الحركة. من لا يلتزم بالإجراءات المطلوبة سنرميه من فوق المحيط. طعاماً للحوت. هاي شو جابة هلأ؟ ما إجا وقت الغداء؟ عيد البريك أب الغداء. لا شو غدا ما غدا، هلا وقت مسلسلة، هلا بتطفي كاميرات المراقبة بتنساهم كل النهار مطفيين. يا الله. يلا بنحضر المسلسل بقى كل مرة. Thank you.
مش يوم متحني ولا ممكن جيت لعندك ابدا. قلت لك روحي انا بحب مرتي، توعيتي هي اهم شيء بحياتي، بعدي عنها. بس انت دمرتي حبالنا، دمرتينا نحن الاثنين، حرقتينا ورد. امير ضليت كل عمري ناصر تحبني، شرفي وكرامتي وعمري كل شيء تخبيت عنه كرمالها. امير امير امير، وهلا رجعت خسرتها بسببك، كله منك. خسرت حب حياتي بسببك. نحن الاثنين ما لازم نعيش ورد، نحن ما لازم نعيش، نحن ما بنستحق هالحياة. امير لا تتعور، رح ارد لك وبعدين اقتل حالي. امير هالوجع لازم يخلص اليوم. امير شب جقل. حضرة القاضي القهوة مرة. حضرات المستشارين كانت لابسة فستان. حضرة القاضي حمر خدودة. حضرات المستشارين مسك لإيدها. حضرة القاضي صارت تضحك بخجل. حضرات المستشارين كانت مبسوطة. حضرة القاضي وبالتالي قبضنا عليها. بتهمة شو؟ بتهمة الحب. سكرتوا علي باب؟ سكتت. ظلمتوني؟ سكتت. نيمتوني بالمطبخ؟ سكتت. طحنتوني؟ سكتت. ممنوع احب كمان؟ اي ساعة صارت الحادثة؟ اي حادثة؟ حط عندك ليلا. شو كنتي لابسة؟ لشو خص لبس؟ كتب عندك فستان جريء اللون، جريء الشكل، جريء الملمس. وين كنت بالضبط؟ الكعب البناية. شو برا ما برا؟ حط عندك تحت بيت الدرج بالظلام لحالك بجانب الفقران وصراصير. عندك كلمة أخيرة؟ ايه انا بس. تلعثمت ولم تستطع الإجابة. بلا لعب يلا على شغلكم. يلا فينا شي طويل.
بنتها. شو؟ قميص رجالة. لصاحبها؟ يا ريت لإلها. ياي! حزارة شو؟ شو؟ اجتني قصة شعرها مثل حزن صبي. لا حزاري شو؟ شو؟ جبت لها فستان. ايه؟ قامت هديته لرفيقة. يا حزاري شو؟ شو؟ جابت موتو. موتو؟ ايه مثل وزويز الكورنيش. كورنيش. اهلا وسهلا مشاهدينا ببرنامجكم المفضل كزدورة مع منتورة. اليوم حبينا ننزل على الكورنيش نلتلت على بعض ونحكي مع بعض وعلى بعض. في واو في مسيو جاكال جاي صوبي عم يهتم بصحته شكله رياضي بامتياز. تعالوا نشوف شو عم يعمل. مسيو 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 نعم مسيو كيفك؟ انا دموزيل. إذا أنت مبسوطة بحالك فنحن مش مبسوطين. ليه شو عملت؟ شو عملتي؟ مبسوطين بحالكم فلتنين بيناتنا مثل النمل وين ما منطلع بتطلعوا بوجنا. وقال شو؟ عاملين لي فيها قضية ما قضية. يعني إنه شو بتخسري؟ شو بتخسري إذا رتبتي حالك شوي؟ إنه ضربة كونتورينج، ضربة سيشوار، ضربة فيرني، ضربة لولايت، ضربة وشك انزلي. بتعرفي انه الضغط الاجتماعي هو المسبب الرئيسي لأغلبية الاضطرابات النفسية؟ نتيجة ضغوطات المجتمع عليهم لدرجة عم نلتلت. لا بتعرفي انه 40% من هالشباب عم يلجأوا لطرق مثل أذية النفس والمواد المخدرة من وراء ضغوطات المجتمع عليهم. كيف تجبرون يتبعوا عاداتكم إلكم؟ شايفين هالطريقة الوحيدة ومفكرين انه هي الصح. ما عم تتقبلوا غيرها. ضلكن عم تقولولن كيف يمشوا، كيف يعدوا، كيف يلبسوا، مين فيهم يحبوا، وهاو تو فيت ان. يفت ان يعني. والله ما فين الواحد هيك يغير بحاله. اصلا لو كل واحد طلع بحاله بمشاكله هو. عم تحكي معي؟ ايه يمكن منصير احسن. بس انه اذا ما كان الشاب شاب يعني والبنت بنت انه شو منصير؟ ايه شو منصير؟ انا عم بسألك شو منصير؟ ايه بركة منصير بشر. ياي 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 ليك شو الايد؟ Thank you.
كريم. مثل thank you.
ليك بالكرساح. آمين. بواسير بواسير إلهي يصيبك التعسير وتصير تمشي مثل عمي التيسير. آمين. يبعت لنا حظ السعد والسعود وانت تمتعك القرود. آمين. تهضم بالساحق والمحق والغضب المتلاحق. آمين. لك وتفوت بضيق وتطلع من ضيق وتفوت بضيق وتطلع من ضيق وتفوت بضيق. ايه وستة وستين بريق ما يبلو لك ريق. آمين. إلهي يفضح إسرارك وينكت كرارك وما تعرف عدوك من جارك. آمين. يبعث لك شلل لإيديك. إيه. وطرش لدينيك. إيه. وعمل عينيك. آمين. يبعث لك حمى وحميرة وداء السل ونبيرة. حلوة 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 حلوة. يبعث لك حمى وحميرة وداء السل ونبيرة. 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 يبعث لك حمى تقشك انت والطبقة تبعك. لك انتو ما بتنضفوا الا على ايدينا نحنا. لك انتو بتوسخوا ونحنا مننظف وراكم. انتو ريحتكم طالعة ونحنا منرجعكم مهففين معطرين. لك يبعت لكم حمى وتيجوا طيبقين على بوسكم وتشرشر مصرياتنا من جيوبكم وترجع لنا. ونرجع نبعتكم بعبارات البحر وتوقفوا لاجئين على ابواب اوروبا ويشوطوكم مثل الطابي من حدود لحدود من حدود لحدود الى تنتعكم القرون. يبعت لك حمى وحميره وداء السل ونبيره.